من العدين يلا بريح جلاب ولا سحايب تندي علوم الأحباب. تمنوا على العدين ما شئتم كما تمنى هذا الشاعر، تمنوا على أرضها فهي المعطاءة التي لا تبخل، وعلى إنسانها فهو المندفع الذي لا يسكن. ولكم أن تزيدوا على ذلك اليوم بالتمني على شبابها وهم يرفعونها لتكون عاصمة للرياضة الريفية، فيما سارتها حاضنة من حواضن المواهب ومسرح يبدي للأعين ما كانت تخفيه ستارة العجز الرسمي. تمنوا على العدين مرة أخرى أيضا، ولتكن أمنياتكم هذه المرة في ألا تغيب طويلا بعد أن طوت كرنفالها الكروية يوم الثلاثاء بنهائي جمع بين اتحاد أردن وسهلة المزاحن في أجواء تنافسية كبيرة. اللقاء الذي برهن فيه اتحاد أردن على علو كعبه وأحقيته بالتربع على القمة، حارما وصيفة سهلة المزاحن من كتابة فصل أخير في رحلته الكبيرة نحو الميت، بهدف يتيم لكنه كان كافيا ليرفع رايات البلوز عاليا ويطلق العنان لمسيرات من الفرح الجماهيري ويشعل سماء السارة التي لم تنم حتى صباح اليوم التالي. وبعد أن هدأ صخب الاحتفالات تأكد الجميع أنه ما من خاسر في مثل هذا النوع من البطولات سوى الجمهور الذي سيقوده شغفه في الغد إلى ملعب السارة، ولكنه لن يجد ما اعتاد عليه. تمنوا على العدين مرة أخيرة فإن أمانيكم عليها.